بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. هلا everybody، اهلا ابنائي وبناتي طلاب وطلبات الصف الخامس الابتدائي. هنكمل دلوقتي ان شاء الله منهج سمارت سمارت 5. عندنا يونت 8 بي، الجزء الثاني من الوحده الثامنه. واتس ذا تايتل اوف ذا يونت؟ عنوانها ايه؟ هيستوري. هيستوري يعني التاريخ. شوف مع بعض الوحده بتاعتنا، ولو عايزين تشوفوا الدروس اللي فاتت هسيب لكم الرابط بتاعتها في صندوق الوصف ان شاء الله. كمان هسيب لكم رابط صفحه الفيس يوتيوب وانستجرام ورابط قناه التليجرام. كمان ما تنسوش تفتحوا صندوق الوصف عشان تشوفوا رابط لتدريبات اضافيه على الوحده باذن الله. نشوف مع بعض يلا اليونت بتاعتنا. Look and read. Look at this. What can you see here؟ ايه الحاجات اللي احنا شايفينها هنا دي؟ What's this؟ ده ايه؟ This is a statue. ده تمثال. And this, it's like a map. شكلها كده زي خريطة أو حاجة. شوف كده ايه بقى، بنتكلم عن ايه هنا؟ من عنوان اليونت اسمها history يعني التاريخ، يبقى هنتكلم عن حاجات حصلت من زمان. Around 4000 BC يعني حوالي سنة 4000 قبل الميلاد. BC اللي هي before the birth of the Christ أو before Christ era يعني قبل ميلاد المسيح عليه السلام، يعني سنة حوالي سنة 4000 قبل الميلاد. There began to be enough people in West Asia. بدأ يبقى فيه ناس كفاية يعني ناس كتير في West Asia في غرب آسيا. Egypt and China وكمان في مصر وفي الصين. To live in small cities يعني عددهم بقى كافي ان هم يقدروا يعيشوا كمان في مدن صغيرة. بعدين these places began to choose kings. الأماكن دي بدأت تختار لنفسها kings. kings يعني ملوك. to govern them. govern. govern يعني يحكم. كانوا بيختاروا بقى حكام يحكموهم. they built the world's first big buildings. هم الناس اللي بنوا أول مباني ضخمة في العالم. the ziggurat temples in West Asia. يعني معابد ziggurat دي في غرب آسيا. ايه كمان؟ new inventions also popped up. كمان ظهرت اختراعات جديدة. شايفين هنا الانفنشن ده كده ايه؟ شايفين؟ هنشوف دلوقتي ده ايه. up all over by about 3700 BC يعني قبل ما تيجي سنة 3700 قبل الميلاد. people had invented wooden carts. الناس اخترعوا حاجة اسمها wooden carts يعني عربات خشبية زي اللي احنا شايفينها دي، العربة دي. بعدين to be pulled by horses بيجرها horses الحصنة زي كده. أو people had mainly used tools of stone and wood. كمان الناس بدأوا يستخدموا أدوات من الحجر ومن الخشب. About 3000 BC حوالي سنة 3000 قبل الميلاد. some people began to use metal tools as well. بعض الناس بدأوا كمان يستخدموا الأدوات المعدنية زي دي كده. metal tools أدوات معدنية. the metal they used was bronze. المعدن اللي كانوا بيستخدموه كان معدن البرونز. so we call this the bronze age. عشان كده بنسمي العصر بتاعهم ده اللي استخدموا فيه البرونز العصر البرونزي، the bronze age. people in west asia and egypt الناس في غرب اسيا وفي مصر. invented. invented يعني اخترعوا. invented ايه بقى؟ writing. writing اللي هي الكتابة. اخترعوا الكتابة ليه؟ يعملوا بيها ايه؟ to keep records for their new governments. يعني ايه keep records؟ يعني يحتفظوا بسجلات، يحتفظوا بحاجات عندهم للتاريخ، يكتبوا فيها الحاجات اللي كانت بتحصل لهم. for their new governments للحكومات الجديدة بتاعتهم. and began to write down stories وبدأوا يكتبوا قصص للتاريخ. Let's read the vocabulary. يلا نقرأ الكلمات. Repeat after me. Stone. Stone. Metal. Metal. Wood. Wood. Glass. Glass. Cart. Cart. Tools. Tools. Bronze. Bronze. Pyramids. Pyramids. China. China. Wooden. Wooden. Place. Place. Quiz. Quiz. Different. Different. Geography. Geography. Pool.
pool بيدي بيدي manly manly mistake mistake cry cry west asia west asia contest contest age age government government Zagora temples Zagora temples regular verbs تصريفات الأفعال المنتظمة اللي بنحولها لل past simple للماضي البسيط بإضافة ed أو d كمان تصريفها التالت بيبقى زيها يلا repeat after me govern governed govern governed pop popped pop popped invent invented invent invented pull pulled pull pulled change changed change changed talk talked talk talked achieve achieved achieve achieved irregular verbs تصريفات الأفعال الشاذة اللي بنحفظها زي ما هي مبتكونش منتهية بإي دي ولا دي بتحفظ زي ما هي زي هنا begin began begun begin began begun throw through thrown throw through thrown make made make made fly flew flown fly flew flown say said say said hear heard hear heard build built build built expressions phrases and prepositions عبارات وحروف جر نذاكرها كويس لما اقول حوالي سنة 4000 قبل الميلاد اسمها around 4000 BC around 4000 BC as well ايضا او كذلك as well keep records keep records يعني احفظ السجلات keep records on the floor على الأرض on the floor is used for يستخدم في اسمها is used for طبعا اسمها المفرد لكن مع الجمع هنجيب r is used for وبيجي بعدها verb ing a lot of by about 3700 في زيرو هنا زيادة 3700 BC حوالي أو قبل سنة 3700 قبل الميلاد قبل هنا اسمها إيه؟ by by all over all over the bronze age the bronze age write down write down play music in the morning pop up pop up ask and answer الأولاد هنا بيسألوا عن إيه؟ بيقول له هنا مما تصنع الأهرامات What are the pyramids made of؟ مصنوعة من إيه؟ ملاجي أسأل الشيء ده مصنوع من إيه؟ بستخدم التعبير ده بجيب هنا verb to be السؤال بيبقى أداة الاستفهام بعدها فعل المساعد الفعل المساعد هنا مع made of اسمه am أو is أو are اللي هو verb to be مع طبعا الأهرامات plural جمع يبقى أجيب لها إيه؟ are What are the pyramids made of? يبقى ده معناه مما تصنع الأهرامات مما صنعت مصنوعة من إيه؟ What are the pyramids made of? وفي الإجابة قال له they are made of stone. They are they ضمير مع الجمع لأن البيراميدز كلمة جمع. استخدمنا بدلها في الإجابة الضمير they. They are made of stone. يبقى مصنوع من اسمها is أو are made of. They are made of stone مصنوعة من الحجارة هنا كمان بيسألوا Did you throw rubbish on the floor? Did أما السؤال يبدأ ب did يبقى سؤال بمعنى هل وعرف إنه في زمن إيه Yes past simple ماضي بسيط Did you throw rubbish on the floor? هل ألقيت قمامة على الأرض؟ فقال له إيه No I didn't لما السؤال يبدأ ب did الإجابة تبقى Yes or No بنعكس أول كلمتين No I didn't لا ما رميتش I threw it in the bin أنا ألقيتها في السلة
يبقى ناخد بالنا لما اجي اسال مما يصنع بنسال كده repeat after me، يلا قولوا معايا what are the pyramids made of؟ they are made of stone. did you throw rubbish on the floor؟ no I didn't I threw it in the bin. الجرامر هنا بيتكلم عن ايه؟ زي ما قرأنا من شوية، لما اسأل سؤال بمعنى هل في ال past simple، past simple tense في الماضي البسيط، السؤال اللي بمعنى هل بيبدأ بالفعل المساعد، الفعل المساعد عندي هنا اسمه ايه؟ did، يبقى الفعل المساعد في الماضي البسيط did. طب لما السؤال يبدأ بال did هجاوب بايه؟ بنجاوب ب yes or no، بنعكس اول كلمتين في السؤال. هنا السؤال بيبقى كده did وبعدها السبجكت اللي هو الفاعل وبعديه الفعل في المصدر. اخد بالي طالما لقينا في الجملة did او didn't لازم الفعل بعدها على طول يبقى infinitive يعني مصدر. did you read about Greek civilization؟ هل قرأت عن الحضارة اليونانية؟ السؤال بدأ هنا ب did يبقى الإجابة yes or no، ونعكس بقى أول كلمتين you بتتحول في الإجابة ل I وبعدين نحط did زي ما هي، تبقى الإجابة هنا yes I did. ولما نقول no ما ننساش نحط علامة النفي ان apostrophe t ليختصر كلمة not، فأقول no I didn't. لما كون سؤال بقى بكلمة استفهام wh question، هبدأ السؤال بكلمة الاستفهام عادي وبعدها الفعل المساعد في الماضي اللي هو اسمه did، بعدها طبعا الفعل ومنساش لازم الفعل يبقى شكله ايه؟ infinitive يعني في المصدر. When did you make the cake؟ متى صنعت الكيك؟ ادي اداة الاستفهام when، بعدها الفعل المساعد في الماضي اللي هو did، الفاعل اللي هو انت لاني بسألك انت تبقى you، وبعدها الفعل في المصدر اسمه ايه هنا؟ make the cake. في الاجابة اقول I made it yesterday، طالما السؤال في الماضي يبقى لازم اجاوب في زمن الماضي. اعمل ايه يعني اجاوب في الماضي ازاي؟ اجيب الفعل ده اللي هو make اجيبه في التصريف التاني منه اللي هي كلمة ايه؟ made. السؤال والإجابة لازم يبقوا في نفس الزمن. كمان تكلمنا عن كلمة مصنوع من، مصنوع من مع المفرد اسمها is made of ومع الجمع اسمها are made of، فنستخدمها ليه؟ لما نتكلم عن المادة اللي بنصنع منها الأشياء. في affirmative في الجملة المثبتة هنبدأ بإيه؟ بـ it أو الحاجة المصنوع منها الشيء زي مثلا زي table، واقول بقى مع المفرد is is made of، وجيب بعدها الخامة اللي متصنع منها الشيء ده زي لما نقول the table is made of wood، يعني المنضدة مصنوعة من الخشب. كمان مع الجمع هنبدأ بكلمة they، ضمير الجمع اسمه ايه؟ they، او اجيب plural noun يعني اسم جمع. في الحالة دي بقى لو هي حاجة جمع هجيب بدل is are، يبقى اسمها are made of وبعدها المادة المصنوع منها الشيء ده، زي لما نقول they are made of stones، they يبقى نجيب لها are وبعدها made of والمادة بقى المصنوع منها اللي هي stones الحجارة. في النيجاتيف لما اجي انفيها بنفي is و are، is يبقى اسمها isn't و are يبقى اسمها aren't. the table isn't made of glass، المنضدة مش مصنوعة من الزجاج. the pyramids aren't made of wood، مش مصنوعين الأهرامات دول من الخشب. في questions لما اجي اسال سؤال اللي هو yes no question، سؤال بمعنى هل، ببدا بالفعل المساعد اللي هو ايه عندنا؟ is or are، is او are وبعدها subject اللي هو الفاعل وبعدين كلمه made of وبعدين الماده المصنوع منها الشيء، زي لما نقول is the cup made of glass، هل الفنجان مصنوع من الزجاج؟ قال لنا yes it is. لما السؤال يبدأ ب is أو are بجاوب ب yes أو no، نعكس أول كلمتين. the cup كلمة غير عاقل ومفرد، ضمير غير العاقل مفرد اسمه it وبعدين ننزل is زي ما هي، يبقى yes it is أو no it isn't. ما ننساش مع no بنحط علامة النفي اللي هي an apostrophe t، يبقى اسمها no it isn't. في ال wh question السؤال اللي بادئ بكلمة استفهام، هبدأ بكلمة الاستفهام عادي ال question word، بعدها الفعل المساعد اللي هو ايه؟ is أو are، وبعدها subject الفاعل وبعدين كلمة made of. what are the pyramids made of؟ يعني مما تصنع الأهرامات مصنوعة من ايه؟ pyramids كلمة جمع فجبنا لها are، تبقى طبعا قبلها وبعدين كلمة made of.
في الإجابة الأهرامات جمع، يبقى نستخدم لها ضمير الجمع اللي اسمه زي، وننزل بقى are. they are made of stones، مصنوعين من الحجارة. يلا نشوف فهمنا ايه النهاردة. number one the pen is made، ها مصنوع من اسمها made ايه، برافو، of، made of. number two the books made of paper، الصناديق او الكراتين مصنوع من الورق، مصنوع اللي مش مصنوع يبقى ايه، نختار هنا ار. طب جبنا ار ليه، ما خدناش از ولا ازنت، برافو، عشان books مالها plural، جمع، الجمع بنجيب له ار. number three the watch، الساعة made of metal، الساعة مفرد يبقى نجيب لها اف دول، is، تمام. number four the cart is a of wood، مصنوع من اسمها ايه، is made of. number five the pyramids are، مصنوع من برضو اسمها are، made of. the lesson an hour ago، مقول الدرس بدأ منذ ساعة، an hour ago، ago من الكلمات اللي بتدل على زمن ايه، yes، ماضي بسيط، يبقى التصريف التاني للفعل، فين التصريف التاني هنا للفعل، yes began، يعني بدأ. she number two she a lot of mistakes in the quiz، عملت اخطاء كتيرة في الكويز. طب نختار ايه هنا بقى، هنختار يعني ايه، مين شاطر هيقول لي، تمام، برافو، نختار made. طب عارفين ليه she made a lot of mistakes، ليه خلينا الجملة في الماضي مع ان مفيش عندنا كلمة هنا بتدل على الماضي، فيش مثلا yesterday ولا last ولا ago، خدناها ليه، اعتبرناها ماضي ليه، عشان ايه، عشان الجملة بادئة بشي، لو كانت في المضارع البسيط كنا مينفعش نقول make، كنا هنقول makes، يبقى she makes، لكن مفيش هنا s، كمان مينفعش ناخد making لان مفيش قبلها is، مينفعش يجي ال verb ing من غير قبله am او is او are، يبقى خدنا made هنا ليه، عشان بقية الافعال ما تنفعش. number three they temples in the past، in the past يعني في زمن الماضي، من زمان، فين الماضي هنا، yes، برافو عليكم، هي كلمة built. number four he to America last month، ذهب لأمريكا الشهر الماضي، last month، last من الكلمات اللي بتدل على الماضي، فين هنا التصريف التاني للفعل، تمام، flew. number five he by before leaving، الباي قبل ما يمشي، يبقى he said، وحكى قال لنا باي قبل ما يمشي. well done، أحسنتم، thank you. طب نكمل باقي المنهج إن شاء الله، متنسوش تفتحوا صندوق الوصف وتشوفوا رابط التدريبات الإضافية اللي على الوحدة بإذن الله، كمان هسيب لكم رابط صفحة الفيس ويوتيوب وإنستجرام ورابط قناة التليجرام. thank you goodbye.